بإذن الله. طيب، مع ضغط المباريات اتفتح مستشفى الأهلي، مستشفى الأهلي فتح أبوابه، وكل شوية وكل يوم وكل مباراة مين مصاب مين راجع، على طول الخبر اللي بيتصدر كل ما يصدر عن النادي الأهلي إصابة شفاء تأهيل. وصلنا لغاية فين؟ نشوف كشف حساب المستشفى مع الدكتور أحمد أبو عبلة. كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مرحله صعبه جدا في مشوار النادي الاهلي، محتاجه طبعا تكاتف الجميع، مجلس اداره ولاعبين وايضا جهاز فني جهاز طبي، الجميع بيعمل خلف هدف واحد وهو اسعاد كل جماهير النادي الاهلي. عندنا مرحله مهمه جدا، مباراه سان داونز ثم مباراه القطن الكاميروني، فتره طويله جدا يعني قليل الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي او اي وسائل اعلاميه، ولكن بيعمل في صمت الدكتور احمد ابو عبله. يعني نقدر النهارده ان احنا نستفيد في الحديث معه على كافه الامور واحد من المخلصين داخل النادي الاهلي، رئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله. دكتور، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. دكتور احمد ابو عبله، قليل الظهور كثير العمل، اعتقد مقوله بقت ارتبطت بالدكتور احمد ابو عبله، مجهود كبير مبذول على مدار الفتره الماضيه. عايزين نطمن بقى على كافه اللاعبين المصابين وطمنا على حاله الفريق. اهلا بيك يا فاروق، وشكرا طبعا على كلامك. يعني اللي عايز اقوله طبعا ان احنا يعني الحمد لله، طبعا الحمد لله ان احنا شغالين في منظومه زي منظومه النادي الاهلي، وديت حاجه احنا بنفتخر بيها وحاجه تخلينا يعني دؤوبين في العمل ومخلصين في العمل. ربنا يديمها علينا نعمه يعني ان احنا نكون مخلصين في اعمالنا. يعني بالنسبه للاصابات وللاحوال الطبيه اللي موجوده حاليا معانا في الفريق، الحمد لله على كل حال. طبعا احنا بس كان في تجهيزات كتير جدا كنا بنحاول ان احنا نعملها للسفريه دي. طبعا لما بنسافر دول في وسط افريقيا الامور بتبقى مختلفه شويه. ادينا تطعيمات لكل الناس في بعض الامراض المنتشره دلوقتي في الكاميرون، ف بنحاول ان احنا على قد ما نقدر نكون مخليين الناس اللي معانا في البعثه كلها، سواء بقى الـ 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 الافراد الجهاز او اللاعبين او كل المتواجدين معانا، باقصى درجات الحمايه ان ما يحصلش اي عدوى او ما يحصلش اي مشكله من الامراض المنتشره هناك. خدنا تطعيمات، الناس كلها اتطعمت، في جرعات لحاجه برضو زي الملاريا احنا هناخدها اول ما نوصل ان شاء الله باذن الله جنوب افريقيا، وفي جرعه تانية هناخدها في الكاميرون، وفي غالبا جرعه كده هناخدها بعد ما نرجع بالسلامه ان شاء الله. يعني دي كلها حاجات علشان يبقى في وقايه ان ما يحصلش اي مشكله، وان شاء الله نرجع بالسلامه باذن الله ما عندناش اي مشاكل. بالنسبه لاحوال الاصابات عندنا الحمد لله احنا ربنا يعني كرمنا الحمد لله. في اوقات بيحصل فيها اصابات كتير شويه، وده متوقع وده موجود في اي فريق من 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 فرق الكوره الكبيره في العالم كله. كل مهمتنا ان احنا على قد ما نقدر نخلي عدد الاصابات ده قليل، على قد ما نقدر ان احنا نرجع المصابين دول بسرعه جدا وبكفاءه كويسه جدا. بنحاول في ده، ربنا بيوفقنا ساعات، والحمد لله الامور ماشيه كويس. يعني كان معانا عمرو السوليه، ده يعني كان حصل شد في عضله السمانه زي ما قلنا في مباراه ريال مدريد، شد كان تقيل شويه، يعني ممكن نقول كان درجه من درجات المزق. احنا من مباراه ريال مدريد لدلوقتي احنا تقريبا حوالي 28 يوم، فمده يعني الى حد ما كويسه، الى حد ما كافيه. كنا ممكن ننزله بدري شويه عن كده، ولكن حصل بعض الرد الفعل كده اللي خلانا نكون حريصين شويه اكتر. اتمرن تمرين المستبعدين امبارح كاملا الحمد لله، ما كانش في اي مشاكل. النهارده اتمرن تمرين جماعي مع الفريق كاملا الحمد لله، برضو ما كانش في اي مشاكل. ربنا يحفظه ونكمل على هذا المستوى. يعني بنطمن من حضرتك على جاهزيه عمرو السوليه، ان شاء الله يكون جاهز معانا خلال هذه المواجهتين القادمتين. طبعا بعد رجوع اي لاعب من الاصابه احنا بنفضل مراقبينه فتره، في برامج بسيطه كده احنا بنعملها له بالاضافه للتمرين الجماعي مع الجهاز الفني. فبالنسبه لنا احنا طبيا هو ما سبناهوش لسه، ولكن بالنسبه لجاهزيه العضله والجاهزيه البدنيه هو الحمد لله جاهز. برضو بقاله فتره بعيد عن المشاركات، فالجاهزيه الفنيه معرفش هيكون شكلها ايه، ديت يعني هيبقى راي الجهاز الفني. انما احنا بالنسبه لنا طبيا ممكن نتكلم في لو هيبقى في استعانه بيها هيبقى استعانه كامله او استعانه جزئيه، انما ده بتكلم على المباراه اللي جايه طبعا.
انما الاكيد ان شاء الله يا رب، ان شاء الله باذن الله امره تمشي كويس ويبقى ممكن نوصل له جاهزيه كامله ومشاركه كامله في المباراه اللي بعد سان داونز، اللي هي مباراه القطن. كان حصل عندنا كام اصابه كده في مباراه سان داونز اللي فاتت، كانوا 3 اصابات. كان احمد عبد القادر كان جاله جزع في الرباط الداخلي للركبه، وكان خالد كان بعدها بيومين كده في التمرين كان برضه حس ببعض الالام، عملنا له اشعاعات طلع برضه جزع في الرباط الداخلي في نفس الركبه الناحيه اليمين برضه. بدانا شغل معاهم الاثنين الحمد لله مع تكثيف المجهودات الفريق بتاع العلاج الطبيعي وفريق التاهيل، الحمد لله قدروا ان هم يرجعوهم. امبارح شاركوا مشاركه كويسه جدا في التدريبات المستبعدين، واول امبارح كان في تدريبات لوحدهم، النهارده الحمد لله ربنا وفقنا وشاركوا مشاركه كامله في التدريب الجماعي مع الفريق. فبرضه بالنسبه للجاهزيه بتاعتهم احنا بالنسبه لنا طبيا هم ما بيعدوش فتره طويله، تقريبا 10 ايام و8 ايام، ف يعني رأي الجهاز الفني برضه هو اللي هيكون الفيصل في المشاركه في المباراه القادمه، انما بالنسبه لنا طبيا الى حد ما احنا مطمنين عليهم. اروح لحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا ونطمن ايضا على محمود متولي. حسين محمد شريف اكيد طبعا. حسين احنا كان حصل له اصابتين في الحقيقه، يعني ده ممكن يكون لسه كنا اول مره نقوله، وهو من اللعيبه المثابره جدا على الاصابات وعايز يرجع بسرعه جدا، ودايما يعني عارف تلاقي لعيب كده ضاغط عليك عايز يرجع بسرعه. يعني عايز اقول لك ان هو كان حصل له كسر في صباع ايديه في مباراه اسوان، وكمل المباراه بالكسر ده بعد ما خلصنا ورجعنا وعملنا له الاشعاعات، كنا متوقعين الاصابه شكلها ايه ومتوقعين برضو ان هي مش هيحصل اي تفاقم لو احنا كملنا، عشان كده احنا يعني سمحنا له يعني، انما لو غير كده كنا طلعناه طبعا. بعد ما عملنا الاشعاعات اتضح ان في كسر وصل شويه لسطح مفصل العقله الطرفيه بتاعت صباع ايديه، وكان الراي ان احنا ممكن ما نعملش عمليه وممكن نعمل عمليه. حسين لما اتعرض عليه الموقف قال لا انا عايز العب، انا عايز اكمل، انا يعني مش عايز ابعد عن الملعب، فكان الراي ان احنا خلاص ممكن نمشي في الاتجاه الكونزيرف او الاتجاه اللي هو ما نعملش عمليتين، وفعلا بدانا في ده. بس لما حصل بقى شد في عضله السمانه كان الافضل طبعا ان احنا نعمله، عمليه بسيطه اتعملت ببنج موضعي، انما في الاخر عمليه يعني، فهو تحمل شويه الفتره اللي فاتت معانا. فعل يعني بدأنا نشتغل معاه على الاثنين، بالنسبه لصباعه الحمد لله خدنا الضوء الاخضر ان هو ممكن يشارك بيه مفيش مشكله خالص. بالنسبه لعضله السمانه الحمد لله برضو الامور دلوقتي كويسه جدا جدا، كان في تدريبات منفرده النهارده، متوقع ان هو يبدا مشاركه جزئيه في التدريبات الجماعيه مع وصولنا ان شاء الله باذن الله. بنحاول برضو ان احنا نتدرج في المشاركات ديت لغايه لما نجهزه تجهيز كامل. برضو مشاركته من عدمها في المباراه الاولى ان شاء الله ربنا يوفقنا ونجهزه يعني، انما لسه هيتضح الامور في خلال التمرينتين اللي جايين دول. محمد شريف كان خد كدمه شديده شويه في كانت واصله لجزء من عظام الحوض، الكدمه احنا بنقول يعني في حاجات تبقى ليها فيها خطوره لو شاركنا بيها، في حاجات الخطوره بتاعتها بالنسبه لنا الطبيه في تفاقم اصابه او كده مش موجوده، ولكن اللي بيحكم الحاجات ديت هي الالم وتاثير الالم ده على الاداء الفني والاداء البدني بتاعه. قلنا الكلام دوت وفهمنا محمد شريف وفهمنا الجهاز الفني الكلام ده، حاولنا ان احنا نجهزه، ادينا له حاجات تهدي الالام شويه، عملنا له حاجات موضعيه تسكن الالام شويه، ولكن مع الشغل ده كله طبعا هو كان متواجد مع الفريق في المعسكر اللي فات، مع الشغل ده كله كان في بعض الالام برضو كانت مؤثره الى حد ما على الاداء بتاعه، فكان الراي ان يتم استبعاده من المباراه اللي فاتت، انما دلوقتي الحمد لله ممتاز جدا، اتمرن تمرين كاملا مع الفريق النهارده الحمد لله، امور كويسه جاهز يعني مفيش مشكله. يعني اكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد فخري ايضا اطمن برضو من خلالك، الجمهور برضو عايز يطمن على كريم فؤاد واكرم توفيق، ووصلنا لحد فين يا دكتور؟ والله الحمد لله يعني كريم واكرم من قبليه لما حصل الاصابات بتاعتهم
ربنا وفقنا يعني، كان في فترة صعبة شوية، كان في أزمة شوية إن إحنا نسفرهم بره، ولكن مجهودات كبيرة جدا علشان كانوا يسافروا. الحمد لله سافروا وعملوا العمليات بتاعتهم. إحنا بنحاول وإحنا بنختار الأماكن اللي نتعامل فيها مع اللاعبين بتوعنا إن إحنا نشوف أحسن مكان في العالم ممكن يعمل. دكتور احمد ابو عبله، انت حريص دايما في كل العمليات انك تكون موجود مع لاعبي النادي الاهلي، سواء اكرم سواء كريم او كان قبلهم عمر حمدي. والله هو يعني ده اللي بنقوله دايما، لازم نكون موجودين، لان في حاجتين احنا بنبقى يعني هناخد قرار على اساسهم. العمليه اتعمل فيها ايه بالظبط؟ التطورات في اول كام يوم بعد العمليه كان الامور فيهم عامله ازاي؟ فانا شايف ان دي حاجه لابد منها، ما ينفعش ان في حد من لاعبينا يسافر الا ما يكون في حد مننا حريص ان هو يعرف ايه اللي كان موجود والتطورات مشيت ازاي، لان ده على اساسه بناخد قراراتنا بعد كده. اللاعب ده هيرجع امتى، او المتوقع بتاع الرجوع بتاعه امتى، او البرنامج العلاج الطبيعي والتاهيل هيمشي باي كيفيه. يعني في حاجات بتحصل طبعا ما ينفعش انها تتقدم في تقارير، يعني ديت احنا بنكون موجودين علشان نشوفها ونحددها. يعني الحمد لله ربنا وفقنا وعملنا لهم العمليات بتاعتهم، وبعد ما رجعوا بالسلامه اشتغلنا معاهم شويه في القاهره، دلوقتي في مركز من احسن المراكز في العالم للتاهيل، امورهم ماشيه كويسه جدا. البرامج بتاعتهم اللي احنا حطيناها هم يعني متقدمين عليها كمان، التقارير بتاعتهم اللي بتجيلنا برضو مطمئنة جدا جدا. زي ما قلنا يعني كل حاجة بتحصل في قبل العملية او اصابة تانية غير اصابة الرباط الصليبي موجودة مع العملية بتحدد الوقت المتوقع قد ايه، زي ما قلنا برضو عشان ما يبقاش بس في ضغوط على الاجهزه اللي بتشتغل او على الناس اللي بتشتغل. بالنسبه لاكرم ممكن يعني هنطول شويه عن المره اللي فاتت، ده المتوقع يا رب ان شاء الله قبل كده نكون موجودين، انما ده المتوقع باللي اتعمل في العمليه، وبان هي كانت في اصابه برضو في الركبه الثانيه قبلها، وكان معمول عمليه في الركبه الثانيه قبلها، انما ان شاء الله مش هيبقى يعني مده طويله قوي. بصوا كام شهر ده احنا بنقول رينج ما بين كذا لكذا يعني، ولكن على حسب تطور برضو الحالة البدنية وحالة العضلات بنقدر نحكم ده، انما رقم محدد ما بنقدرش ان احنا نقول. المتوقع دلوقتي احنا بنتكلم المفروض في الطبيعي يعني من 7 شهور لعشر شهور على حسب التطور وعلى حسب العمليات عمل فيها ايه. فان شاء الله يا رب نتمنى انها تكون اقرب مدة، وده اللي احنا متوقعينه بالتطور البدني بتاعهم وتطور التدريبات بتاعتهم في التأهيل دلوقتي. كريم برضو اموره ماشيه ممتازه الحمد لله، ويا رب يا رب ان شاء الله دعواتنا كلنا ليهم يرجعوا لنا بالف سلامه ان شاء الله. محمد فخري كان حصل التهاب شديد عنده في الجهاز التنفسي العلوي في الحلق وفي اللوزتين، كان شديد قوي فعلا يعني، لدرجه ان احنا قعدنا فتره ناخد مضادات حيويه وبعدها خدنا ادويه تانية علشان التعافي. بقالنا تقريبا دلوقتي يعني اسبوعين تقريبا او اكتر شويه، كان قبل اسوان. الحمد لله رجع، الحمد لله دلوقتي نقدر نقول ان هو تعافى، مش 100% ولكن تعافى لدرجه تسمح له ان هو يبدا تدريبات خفيفه. بعد الفتره دي طبعا فتره اعياء شديده وفتره التهاب شديد بنحتاج تاهيل تاني بدني علشان نرجع العضلات قويه من تاني، لانها كانت راحه سلبيه تماما يعني. شغالين معاه هو دلوقتي يعني، كان ليه تمرين منفرد النهارده معانا في التتش، امبارح كان موجود برضو معانا، وده كان اول يوم اللي هو كان امبارح. متوقع ان شاء الله باذن الله على البرنامج اللي احنا حاطينه ان هو يعني نرجع ان شاء الله بالسلامه كده، يكون جاهز ويبدا مشاركه معانا في التدريبات الجماعيه باذن الله. شكرا يا دكتور وبالتوفيق باذن الله. شكرا شكرا.